التساؤل اللي كيبقى دائما تيتقال واش المعارضه شنو وضعيه المعارضه اليوم؟ معارضه مشتته ومعارضه غير قادره على العمليه. يمكن بودي ناكد على شي ابجديات في العمليه اللي نعاود نوضحوها اكثر لانها حصل فيها شويه الاختلال وسوء الفهم في المغرب. ما مطلوبش من المعارضه انها تكون موحده. ما مطلوبش. اللي مطلوب منه يكون منسجم وموحد ومقاد ومدار هما الاغلبيه، لان الاغلبيه يجمعهم ميثاق للحكم والتنسيق والتنسيق، في حين المعارضه يمكن ان تكون موحده كانت مشاربها مقتربه ومتقاربه او على الاقل. كانت لدينا تجربه اولا هذا الخيار ديال اننا ما نكونوش مجتمعين وكما سموها الاخوان انسحابنا من المعارضه بعد التجربه ديال سنه. ونقدر نقول بان كاين عند ايجابياتها ديال ان أربعة فروق كتواجد ماشي هي فريق واحد تيشتغل بوحدو عدديا إذا كنتكلموا بالمنطق العددي، ولكن من داخل هذه الأغلبية راه كتكون كثير من أيضا الهنات اللي كتصعب العمل ديال العمل، أبرزها ملي كتكون مشاريع مختلفة وملي كتكون طموحات مختلفة وملي كتكون الرؤى مختلفة. طبيعي الإخوان تيعرفوا ثلاثة الأربعة الجهات اللي الفرق اللي تتكون المعارضه راه مشاريع مختلفه مما كيطلب كنا كننسقوا المعارضه وتنسيق المعارضه كان على حساب كثير من المواقف ديالنا انا ايدي كثير من المواقف ديالنا كتضطر بانك انك تنجح تنسيق فحتى المواقف ديالك ما تتعبرش عليها لا في التعديلات لا في هذا لا في هذا. فبالتالي شنو القيمه ديال المعارضه الا ما كناش مخلصين للمرجعيات ديالنا ومخلصين للناس اللي قدموا لنا الاصوات ديالهم. فبالتالي هذا واحد. جوج الجميع تيعرفوا الاخوان الصحفيين ما يمكنش يكون شي تنسيق اللي تيولي على حساب ونوع من التنسيق كيولي على حساب الفريق الاشتراكي. تبعتوا كل كيف ان احد فرق المعارضه اختار انه غادي يبدا دائما يوجه سهام النقد بدل الحكومه السهل اللي عنده هو يوجه سهام النقد دائما للفريق الاشتراكي والقياده ديالو وهو ما نبان له الفرق المعارضه. هذا الشيء راه لا يستقيم. راه ما يمكنش كنجتمعوا حنا كفرق المعارضه ونقدموا تعديلات وكنواجهوا الحكومه وتنقولوا التغول وكيخرج رئيس الحزب بعد يومين او ثلاثه ايام وهو تيسبب الاشتراكيه والمعارضه او التاريخ ولا فاعتبرنا هذه العمليه غادي تزول مع الوقت. ولهذا قمنا كرؤساء فرق بمبادرات اتجاه الفرق ورحبوا بها جميع الاحزاب السياسيه الا رئيس فريق الا رئيس ما نقولش السر اللي اختار هذا الخيار يبقى دائما السي عبد الله بن كيران اختار انه يبقى تيسب دائما في والغريب ان كنا ما تلاقوا مع رؤساء الفرق يوم الاربعاء والتزم قال الله يسخر الله يعاونكم وحنا ملتزمون بهذه العمليه وبالانجاح هذا المعارضه. يوم السبت في خروج في بني ملال خصص ثلاثه ارباع من التوقيت ديالو لمهاجمه الاتحاد الاشتراكي. فما شنو القيم اللي كنوجهوا كثير منكم الاخوان الصحفيين كان كيسولونا في ذاك الوقت كيفاش نتوما كديروا دابا نتوما خدامين مجموعين وشي حد كيسب فيكم فينا هو الانسجام المطلوب؟ فالانسجام المطلوب قررنا بان هاد السببين الكبيرين باننا نديروا الخيار ديالنا كفرق. السؤال فيه بعد سنه من العمل احنا مرتاحين للاداء ديالنا ومرتاحين للنتائج اللي كيحققوا هي الارقام اللي قدمتها لكم. اولا سيدنا طريقه معينه. شنو طريقتنا وفيها كنديروا طريقتنا لمواجهه التغول؟ شنو تجليات التغول على المستوى البرلماني؟ لان في السؤال قال ان البرلمان كيولي ملحق للتغول. ملحق للتغول هو ملي كنقتلوا النقاش، كنبذلوا مجهود باش ان يتقتل النقاش، ما كنعلنوهاش، ولكن كتدار واحد العدد الممارسات اللي كتقتل النقاش، شنو هي قتل النقاش؟ كنجيبوا القانون في اخر لحظه. وكنقولوا راه عندنا السرعه وراه السيد الوزير بغى يسافر لهذ البلاصه وحنا في الزربه خصنا نصيبوا هذا القانون. فالمسطره ديال اننا نحترموا القانون ونحطوا القانون يتدار له التقديم ومن بعد ذلك دار المناقشه العامه ومن بعد ذلك دار المناقشه التفصيليه اللي كيستغرق واحد التوقيت كنوليو تنقتلوا هذا الوقت كاملا بالسرعه وتتولي الفرق كلها قابله وان شاء الله بيكون غير مشكل نتمشاو. فهذه العمليه بذلنا مجهودا لايقافها ودفعنا الممثلون ديالنا في جميع اللجان احترام المسطره. واحد، جوج، اصررنا دائما على اننا نرفعوا التعديلات ديالنا للجلسه العامه. بنفس الطريقه كيكون دائما واحد الضغط معنوي على الكثير من الاخوان وبلاش ما نرفعوا هذه التعديلات باش يدوز القانون بسرعه وباش يدوز بسرعه وكنقول هذا قتل النقاش في داخل البرلمان وهو استمرار التغول بشكل ناعم
بداخل في داخل المؤسسة. ولهذا غتلقاو بأن أكبر فريق اللي قدم التعديلات في هذه الدورة التشريعية هو فريق الاتحاد الشرقي. وغنقول بأن إصرارنا على أن التعديلات والمناقشات تمشي للجلسة العامة فرضت على الجميع أنه يدير هذه العملية. اللي كانوا راغبين في واحد عدد ديال الوقت أنهم بما فيهم المعارضة. قولوا الله يسخر. ولكن ملي كنشوفوا بأن الفريق الاشتراكي غيقدم تعديلات كيوليو تيقدم التعديلات. وبالنسبة لنا هذا الحد الأدنى من الدفاع على أن تبقى للمؤسسة الهيبة. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.